جبرائيل أتاني بتربته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح صباحاً فرأته فاطمة عليها السلام باكياً حزيناً، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فأبى أن يخبرها، فقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تخبرني. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني بالتربة التي يقتل عليها غلام لم يحمل به بعد، ولم تكن تحمل بالحسين عليه السلام، وهذه تربته.